السلام عليكم، مساء الخير عليكم كاملين اصدقاء متابعي المشاهدين ديالي في عدد جديد، حلقه جديده من اناليز تيرسي كوارتي كانتي بلس. دونك نهار الاربعاء ديريكسيون لي بودغوم ديال تولوز اللي غادي تجرب فيه الكانتي بلس ديالنا. كنبغي نشكر صراحه الناس اللي تواصلوا معايا البارح والناس اللي دعموا لاشين والناس اللي كتبوا لنا لي كومونتير ديالهم. فكنتمنى من الجميع دوام كنتمنى للجميع دوام الصحه والعافيه وتكونوا مرتاحين البال وتكونوا في امان الله. بون شونس للجميع وشكرا. اذا نهار الاربعاء ديريكسيون لي بودروم ديال تولوز، تولوز اللي غادي تجرب فيها ليتاب 7 ديال الكرو ناسيونال دي ترو، 7 ايتاب ديال لا جي ان تي جروب 3 اللي غادي تجرب في جوج بوطوات ديال ديبار 1950 و1975. غادي يكونوا معنا 15 ديال لي باردون، 50 ديالهم غادي يكونوا هو 50 وما فوق. هاد ال 15 ديال لي باردون مخلطين فيميل مال اي هونغر. نبغي نذكر على ان لي بودغوم ديال تولوز وحنا كندورو ادروات، لان دروات ديالو فهي طويله وممكن اننا رونديو لا ديستونس وممكن نرجعو من اللور في هاد لالين ولا هاد الكور دروات ديال لي بودغوم ديال تولوز. فغدا غادا تكون معنا اللي مكلاسي لحد الساعه هي الاولى في الكلاسمون، الرقم 14 اغيوس ديليوس اللي غنتكلم عليها بطبيعه الحال في الاناليز ديالي. دونك هادشي اللي كاين، هذا هو الديبريف وهذا هو الديكور ديال الكانتي اللي غادي ندوزو دابا نديرو ليه الديبريف ونشوفو لي شونس ديال هاد 15 ديال لي بارتون اللي معنا في الديبار. اذا نبداو الاناليز ديال لا جي ان تي مع الرقم 1 دوستي. هاد الهونغر ديال 9 سنين غادي يكون اول بارتون ديال لونترينمون فرانك مارتي اللي عنده جوج ديال لي بارتون في الكانتي. دونك هاد دوستي هذا شفناه مؤخرا ما كيديرش لا كورس لي كورس ديالو، مي ففي كل مره كان كيوقع ليه مشكل، سواء اكروشاج مع شي كروساج سواء ما كيكونش باركور مزيان. مي ردوا البال عاود عنده لا كاليتي. غادي نمشيو نشوفو لا تخوازيام بلاص اللي خدا لينا في هاد لي بودغوم هذا ديال تولوز في العشرة أربعة. كانت مسافة قصيرة ولكن الفينيش ديالو كيبين على أنه عاود لي بيان بلاسي في لا بخوميييغ لين، ممكن علاش لا يدير إين بتيت سوربريز في الكانتي. دونك غادي نطونطي بخوميييغ شونس ونمشيو نشوفو لا تخوازيام بلاس ديال العشرة أربعة. Gibson Creek, numéro 13, se fraye un passage. Il le trouve maintenant en pleine piste. Écrit Suisse-Pense Gain qui va tenter de bien terminer. À l'instar également de Fast Domino qui lui trouve le passage plutôt côté corde. Fast Domino qui vient fort prendre l'avantage. Donc Écrit Suisse-Pense Gain qui verse un petit peu sur sa gauche, mais qui finit fort comme à son habitude. Le 8 également, Dusty va finir très très fort. Mais c'est le numéro 14, Fast Domino, qui va peut-être s'imposer dans cette course. Donc Écrit Suisse-Pense Gain, la troisième place pour Dusty, la quatrième pour Express Evening. رقم جوج فانتازيا دو ليني، هاد لا فيميل ديال 7 سنين غادي تكون اول فيميل معنا في الديبار ديال الكانتي. ربعه ديال لي فيميل مونغاجين غدا في هاد ليطاب ديال جي ان تي، بنت لو كراك ريدي كاش. فيميل اللي نقدو نقولو انها دارت ميتينغ في المستوى وشفنا كتاخد دي بون بلاس في الميتينغ. وقفات لا كومبيتيسيون من شهر جوج، دارت لا غونتخي ديالها في شهر 6 في المونطوبان. واش رجعت لا فورم ديالها اولا لا؟ نمشيو نشوفو بعدا واحد لا كورس كانتي ديال شهر واحد اللي كتبين لا كاليتي ديال هاد لا فيميل هادي. غادي نعطيها دوزيام شونس وما عرفتش لا فورم ديالها فين واصله. واخا مدي فيريا دي كات، واخا ماتيو ابريفال، واخا لا بخوميييغ لين، غادي نعطيها دوزيام شونس ونمشي نشوفوا لا تخوازيام بلاص ديال الكانتي ديال شهر واحد في الفانسين. Falco d'Avaroche qui semble prendre l'ascendant. Falco d'Avaroche qui a pris l'avantage sur le favori Ingo. Fantasia Dini, Fiesta du Belver qui lutte ensuite pour les places avec Paulette Buissonnet. Falco d'Avaroche qui remporte ce quintet. Deuxième place pour Ingo. Troisième place pour Fantasia Dini. A voir ensuite entre le 3 Fiesta du Belver et également Paulette Buissonnet. رقم 3 فرينو، هاد الهونغر ديال 7 سنين، لونترينمون ديال فخيغ مارتينز، لونترينمون ديال فانسون و لا دريف ديال كريستوف مارتينز. دونك هاد الهونغر هذا ولد لو شامبيون تيموكو. دونك هاد الهونغر هذا اللي تاهو كنعرفو لا كاليتي ديالو، شفناه يعني تقريبا كدير كاع لي كورس ديالو، شفناه في الفانسين، شفناه من غير الفانسين، فعاود لي عنده لا كاليتي. المهم من شهر 11 هو موقف لا كومبيتيسيون، درنا ليه الكاستراسيون، دونك بين قوسين طهرنا هاد العوده هذا ورجعناه، يعني هونغر بهذا المعنى هذا. دونك شفنا لا غونتخي ديالو اللي كانت في الفيتشي في 7-6 كورس اللي غادي نمشيو نشوفها بطبيعه الحال، لانه خد انسان كيام بلاس وراه جونتي دي ميوز اللي غنتكلم عليه من بعد، العوده جو ماشي البازيغ. عجبتني ديك لا غونتخي، مي كيف ما كنعرفوا ديما لا غونتخي كتكون مزيانه، مي لا دوزيام كورس من بعد الغونتخي ممكن تكون شويه قل. غادي نغامر ونعطي دوزيام شونس لهاد فخينو الرقم 3. هادشي اللي كاين، دونك دوزيام شونس ونمشيو نشوفو لا كورس ديال الفيتشي في 7-6.
Prino qui pour l'instant effectue une bonne rentrée, début de la ligne droite finale avec un Gentil de Muse qui semble contrôler les différentes attaques. Hidalgo Deno est piégé dans son sillage avec également luttant pour les toutes premières places en prend du CB. Gentil de Muse qui essaye de se sauver maintenant mais sous la menace d'Hidalgo Deno. Hidalgo Deno qui l'a suivi toute la route et qui va tenter d'aller le chercher même si Gentil de Muse pour l'instant contient son retour. Gentil de Muse qui ne sera pas rejoint alors qu'on a fait une faute avec Degana Ouida et c'est Gentil de Muse qui va s'imposer donc de bout en bout devant Hidalgo Deno et Eddy Duvivier et le numéro 4 en prend du CB qui préserve finalement de peu la quatrième place devant le رقم 4 جونتي دي موز. هذا المال ديال 6 سنين لونترينمون ديال جون ميشيل بازير ولا دغيف ديال نيكولا بازير. دونك هذا المال هذا اللي شفنا لا كورس يعني تاع الرقم 3 مؤخرا وشفنا كيفاش ان جونتي دي موز هو اللي كان يربح في 7-6 في الفيتشي وربح يعني بلا كاليتي وربح بطريقه اللي كتبان انها مزيانه. عاود عنده لا كاليتي عاود لي تو غادي يكون مدافع ديكات عنده 6 سنين في لا بروميير لين ما غاديش روندي لا ديسونس فكيبان بزاف ديال الحوايج مزيانه وشفنا لا فورم في الفيتشي في الكورد ادروات بحال تولوز فكيبان كل شيء مزيان لحد الساعه بالنسبه لهذا الرقم 4 اللي كيف ما قلت لكم كيبقاو دي كورس خاصهم يتجراو ممكن نشوفوا دي بيتيز ممكن نشوفوا دي فوت ممكن نشوفوا مفاجات ولكن على الورق كيبان ان جونتي دي ميوز عنده كل المؤهلات باش انه يكونفيرمي هاد هاد لي كونديسيون ديال غدا ويستافد منهم وعلاش لا انه يربح فلوجيك بروميير شانس جونتي دي ميز. وكنظن بلا ما نشوفوا لا كورس ديال 7-6 لان شفناها مع الرقم 3 بروميير شانس. رقم 5 فاست دومينو. هاد الهونغر ديال 7 سنين هونغر هو اللي شفنا الفيكتوار ديالو في تولوز في 10-4 لا كورس اللي كان جرى فيها يعني الرقم 1 دوستي وتفرجنا في لا كورس هذاك يعني في هاد الاناليز هادي وشفناه كيفاش خاد الفيكتوار ديالو هذاك النهار. دونك عاود عنده لا كاليتي شفنا لا فورم ديالو مؤخرا في 27-5 في الكانت ديال لي بودروم ديال فانسين فعاود لي تاوم دي فيري دي كات بيان بلاسي في لا بروميير لين غادي نعطي بروميير شونس وندوزو نتكلموا على الرقم 6. رقم 6 غانواز داغون. هاد لا فاميل ديال 10 سنين بنت لو كراك جاك دو بيلوي. هاد لا فاميل اللي واخا عندها 10 ans فباقا كدير كاع لي كورس ديالها ريغولير. عجبتني لا دوزيام بلاس اللي خدتها لنا في الكارفايون في 29-5 وغادي نمشيو نشوفوا هاد لا كورس هادي ديال 29-5. دونك واخا عندها 10 ans كدير كاع لي كورس ديالها تا هي بيان اونجاجي في لا بروميير لين ما غاداش تروندي لا ديستونس غادي نعطيها دوزيام شونس ونحطها في الخلا ديال اونكادنون بارتون. رقم 6 غانواز دانو ونمشيو نشوفوا لا دوزيام بلاس ديال 29-5 اللي صراحه كتبقى دوزيام بلاس جد مهمه. Jacquela, Dark Side vient plutôt côté corps, l'espoir du Marni et surtout à l'extérieur, Canoise Dagon qui vient épauler le numéro 12 de Ruck. Le numéro 8, Formi, a été devant et il est formidable quand il va comme cela aux avant-postes. Formi l'emporte. Deuxième place pour l'excellente finish du numéro 9, Canoise Dagon qui prend donc le premier accessite en s'allongeant très très bien. رقم 7 فلاور باي ماغالو. هاد لا فاميل ديال 7 سنين فاميلتي اللي شفناها في هاد السيركوي ديال جي ان تي وشفناها في لي زيتاب ديال لي بودروم ديال غيم في 13-4 وفي لي بودروم ديال شاتو بغيون في 27-4 مي في كل مره فكتسالي 6ام 7ام كدير الماكسيموم ديالها. مؤخرا في الكانتي ديال 27-5 نون بلاسي دونك فاميل اللي كدير الماكسيموم ديالها غدا غادا تكون بيان اونجاجي مي ما بقاش لي بلاصه في لا سيليكسيون غادي نعطيها دوزيام شونس. رقم 8 دوغلاس ديبون. هاد الهونغر ديال 9 سنين لونترينمون ديال بنجامين غوتس ولا دغيف ديال اريك رافان. دونك هاد الهونغر هذا هو اللي اون فورم شفنا الفيكتوار ديالو في الفانسن في 20-5 وكونفيرما لنا بلا دوزيام بلاس في الكانتي ديال 3-6 كانتي اللي تكلمت عليه مؤخرا يعني مع الفابلوس دريم اللي شفنا مؤخرا في الكانتي دولا شوفينيير تا هي ايكوانيو دو نيل دونك فريغات ميلواز تكلمت على ديك لا لين تكلمت على ديك لا كورس ديال 3-6 دونك دوغلاس ديبون سالا دوزيام غدا كيلقى اونجاجمون مزيانه في لا بروميير لين اريك رافان دونك تبان ليا على الاقل ان 4ام 5ام بلاس فالابل مع الرقم 8 دوغلاس ديبون ونمشيو مره اخرى نشوفوا الكانتي ديال 3-6 ولا دوزيام بلاس ديال هاد دوغلاس ديبون ورا
Firon Cheval. Première chance. Cédric progresse en épaisseur. Il vient en quatrième position. Éolien de Chenu toujours calé côté corps des Flash Gordon. Tente de regagner du terrain. Et Douglas Dupont, la sortie du tournant final, lancé à la poursuite maintenant de Fedrangeval qui entre dans cette ligne droite très nettement détachée. Fablo Dream a fait la faute. C'est terminé pour lui. Fedrangeval a nettement l'avantage maintenant. Il va falloir tenir car Douglas Dupont, comme il l'a fait l'autre jour, est lancé maintenant par rapport à Fedrangeval qui a toujours l'avantage à la ligne droite. Éolien de Chenu termine en trombe avec Erasme William également et Flash Gordon. Mais Fedrangeval va cette fois-ci pouvoir mener sa tâche à bien devant Douglas رقم تسعود في ستيف شارمو هالونغر ديال سبع سنين ولا فامي تيغي غادي تكون غادي تبريزونت لنا هاد العود هذا في ستيف شارمو دونك هاد لا فامي تيغي نبغي غير نذكر على انها هما اخر وحدين ربحوا لنا السيركو ديال لا جي ان تي وربحوا لنا العام اللي فات مع الكراك موني بعد ما شفنا يعني السرعة القوي اللي كان مع ديغانا ويدا دونك هاد لا فامي تيغي غادي تبريزونت لنا هاد الفيستيف شارمو بيان اونغاجي في لا بروميير لين كيبان اننا بريبارينا وجدنا هاد لا كورس هادي لان في 11/6 كنجرى فيري وغدا غادي يمشي مدي فيري وغادي يجري مع سيدريك فانجاجمون مزيانه مي غادي نغامر ونعطي دوزيام شونس للفيستيف شارمو اللي غادي نعطيه دوزيام شونس مي يرد البال الا كتقلبوا على شي اوتسايدر فممكن يجي من عند لا فامي تيغي دوزيام شونس رقم 10 كامبيوني ميو هاد الهونغر ديال 10 سنين هونغر اللي وصل ل 103 كورس في لاكارير ديالو عاود اللي كيجري مزيان في لاكورد ادغوات 8 ديال الكورس ادغوات فهاد الباركور هذا منهم 5 ديال لي بلاص فانا كيبان لكم انه عاود اللي كيجري مزيان فهاد لي بودروم ديال تولوز وفهاد الباركور هذا تا هو بيان اونغاجي غادي يكون هو لو بلوغيش ديال لا بروميير لين عنده 10 سنين غادي نعطيه دوزيام شونس في الظل تخيل اللي صغر منه غادي نطونتي دوزيام شونس كابيوني ميور رقم 10 إذن غادي ندوزو دابا لا دوزيام لين الخيل اللي خاصهم يرونديو 25 متر وغادي نبداو مع الرقم 11 فاكر ميريتي هاد المال ديال 7 سنين وثاني بارتون ديال فرانك مارتي ولا دغيف ديال فرانك مارتي دونك هاد العوده هذا هو اللي ربح لينا العام اللي فات هاد لي طاب هادي ديال لا جي ان تي في هاد لي بودروم ديال تولوز دونك عاود اللي كيعرف مزيان هاد الباركور هذا كيعرف مزيان هاد لي بودروم وشفناه مؤخرا في لي بودروم ديال تولوز في 7/6 لا كورس اللي سالا فيها دوزيام ورا كاش دو غيب العود اللي كنعرفو مزيان قدام ايرو دي فلور اللي غنتكلم عليه من بعد دونك كيبان على انه اون فورم كيبان على انه ما غاداش تكون عنده سهله ديك ال 25 متر باش يرونديها مي بوغ لي بلاص كتبان ليا فالابل مع فاكير ميغيتي بروميير شونس ونمشيو ونشوفو 7/6 كيفاش خد لا دوزيام بلاص مع ورا الكاش دو غيف بعض المرات شي كلمات ما كيبغوش يخرجوا qui prend le meilleur sur Diego de Cao, Fakir Mérité qui essaye de se relancer, Héro de Fleur qui se défend très bien au centre et qui accélère à son tour, mais Cache Durib a les choses bien en main alors qu'il reste 150 mètres à parcourir. Diego de Cao lutte pour la deuxième place avec Héro de Fleur et Fakir Mérité qui se faufile entre deux concurrents, mais Cache Durib a fait la différence et va s'imposer. Cache Durib l'emporte, Jean-Loïc Claude Dersoir, deuxième place pour Fakir Mérité devant Héro de Fleur et Diego de Cao. Je peux vous dire que Karine allait dans les tribunes. Elle a encouragé, son cheval, ça fait plaisir en tout cas pour l'entourage. Cash Durib s'impose, le numéro 13, Jean-Louis Claude Dersoir. La deuxième place sera pour le 9 et ensuite on aura peut-être une photographie pour la troisième. رقم 12 دوكسور دو غيز هاد الهونغر ديال 9 سنين هونغر اللي كانوا عنده مشاكل صحيه وكان مريض فغدا كيلقى راسو فيري وكيلقى راسو في لا دوزيام لين وكيلقى راسو مع خيل اللي فايتينو في لا فورم فغادي نحطو باغمي لي غروز اوتسايدر ديال الكانتي رقم 13 ايرو دو فلور هاد المال ديال 5 سنين غادي يكون هو ال 5 سنين الوحيد اللي معنا في الديبار ديال كانتي عاود اللي كيدير لي دو ديسيبلين اتلي مونتي ما عندوش معاهم شي مشكل دونك شفناه حتى هو في لالين ديال 7/6 ورا كاش دو غيب ورا فاكير ميغيتي وخد لا ثوازيام بلاص ان كورس اللي غنمشيو نشوفوها مره اخرى ونشوفوا لا ثوازيام بلاص اللي خد هذاك النار ف غادي نعطي دوزيام شونس كيف ما كتعرفوا فكنحاول نعطيكم غير 7 ديال لي برونوستيك ديالي الا كانوا 8 فممكن هذا الرقم 13 يكون معاهم سينو غادي نعطيه دوزيام شونس ايرو دو فلور دوزيام شونس ونمشيو نشوفو 7/6 في تولوز ولا 3 بلاص
qui est débordé par Cash Durib qui prend l'avantage. Cash Durib qui prend le meilleur sur Diego de Cao. Fakir Mérité qui essaye de se relancer. Héros de Fleur qui se défend très bien au centre et qui accélère à son tour. Mais Cash Durib a les choses bien en main alors qu'il reste 150 mètres à parcourir. Diego de Cao lutte pour la deuxième place avec Héros de Fleur et Fakir Mérité qui se faufile entre deux concurrents. Mais Cash Durib a fait la différence et va s'imposer. Cash Durib l'emporte. Jean-Loïc Claude Dersoir. Deuxième place pour Fakir Mérité devant Héros de Fleur et Diego de Cao. Je peux vous dire que Karine allait dans les tribunes. إذن ندوزو دابا نتكلموا على اللي مكلاسي ولا اللي مكلاسي الاولى في الكلاسمون لحد الساعه ديال هاد ليطاب ديال هاد لي زيطاب ديال جي ان تي والكلاسمون ديال هاد السيركوي هذا اللي هي ايغيديليوس هاد لافامل ديال 8 سنين ولا دريف ديال فرانسوا لاكادوك هاد لافامل اللي كدير تقريبا كاع لي كورس ديالها شفناها يعني ربحات واحد مجموعه ديال لي بوين غدا بلا ما تقلبوا عليها يعني في الباركور لان احتمال كبير غادا تستافد من لاندروات الطويله ديال تولوز لان كنعرفوا ان تولوز عندها لاندروات طويله وغادا تجي دير لينا فينيش وجي تقلب على 4ام 5ام 3ام 2ام بروميير بلاص دونك هي والفينيش ديالها فين غادي يكمل المهم فمن اللي كتبان لي غادي تستافد من الغياب ديال الخيل اللي ممكن يربحوا دي بوين غدا وعلاش لا تروندي 25 متر وجي تقلب كيف ما قلت لكم على احسن بلاصه ممكنه بروميير شونس اي غادي ليوس الرقم 14 اذا نكملوا هذا الاناليز ديالنا مع الرقم 15 غانغستير دو فالون هذا المال ديال 6 سنين مال تاول اللي كنعرفوا لا كاليتي ديالو في المونتي في الات اللي ما عنده حتى شي مشكل ونمشيو نشوفوا لا كلاس ديالو ولا دوزيام بلاص اللي خدا لينا في البودروم ديال كون ورا ولد تيموكول ايتونون اللي شفناه ربح لينا لي لوتلوب مؤخرا يعني انكرويابل داكشي اللي دار ايتونو بعد ما دار لا فوت ورجع ربح لي لوتلوب فان كورس اللي يعني كبيره بزاف المهم هذا غانغستير دو فالون عاود لي تاوش سلا في لا 3ام بلاص فهاد البري هذا العام اللي فات دونك يعرف مزيان هذا الباركور هذا عاود لي حتى هو يا تقريبا غادي يدير غير الفينيش ديالو مادام انه غادي يكون في لا 2ام لين فلوجيك بروميير شونس ونمشيو نشوفوا لا كورس ديال ال 15 4 ولا 2ام بلاص ورا ايتونو ونعطيه بروميير شونس في لا سيليكسيون ديالي étonnant qui remporte le prix des Ducs de Normandie. On a ensuite l'Auxerre du Vallon en compagnie de Fakir du Loro et d'Elvis du Vallon. On a vécu vraiment un grand moment de sport. Incroyable, étonnant. Pourtant, avant la course, on semblait penser. إذن أصدقاء متابعي المشاهدين ديال القناة اليوتيوب الأناليز ديال لا جي ان تي لا سيتيم إتاب راها سالات فكنتمنى للجميع بون شونس وكنتمنى للجميع بون كانتي ونخليكم مع هاد الصحافة ديال غدا اللي ممكن أنها تشوفوا الناس اللي كيقلبوا على لي برونوستيك ديال الصحافة شنو كتقول فغادي نخلي لكم لي برونوستيك سوا ديال الباغي تور فولا ديال الويكاند ولا ديال الباغي كورس ونزيدوا عليهم حتى لا غازيت دونك بقات لو فينار اللي لحد الساعه باقي ما متوفرش عندي دونك هادشي اللي كاين فكنتمنى للجميع بون شونس ونتمنى انكم تدعموا لاشين هادشي اللي كاين وكنشكركم مره اخرى على الدعم ديالكم المتواصل لاشين ودابا كنبقاو مع الصحافه يعني الصحافه المكتوبه خصوصا كيف ما قلت لكم الباريتيور اللي كيظهر دابا على الشاشه دونك هادشي اللي كاين كان معكم عصام تصبحوا على خير ونتلاقاو في اناليز واحده اخرى نشوفوا نهار الخميس دونك فين غادي نمشي والخميس دونك كنظن غادي يكون قد يكون البلا نهار الخميس مي باقي ماشي سيغ ناكد لكم المعلومه دونك انا كنتكلم وانا طوندو انه يسالي الفيديو كنظن الخميس غادي نكونوا في الشونتيي الا كانت معلوماتي صحيحه كنظن غادي نكونوا في الشونتيي ستيام كورس مره اخرى غادي نجريو في الليل كانتي اللي ممكن يكونوا فيه لحد الساعه كيبانوا لي 16 ديال لي بارطون في الكانتي ديال نهار الخميس في البودروم ديال الشونتيين وغادي نعطيكم غير معلومات بالنسبه للكانتي غادي نجريو في 1600 متر لحد الساعه كيبانوا لي غادي يكونوا غير لي 3 زون بيناتهم دونك الخيل اللي مزودين في 2019 كانتي اللي غادي يكون مع كما قلنا مع 7:15 دقيقة بالتوقيت المغربي اذا غادي يكون اون ديكاب ديفيزي لا ريفيرونس ديالو غادي تكون هي زائد 19 والمسافة هي 1600 متر في البودروم ديال الشونتي الخيل ديال 3 سنين
دونك هادشي اللي كاين. دونك كنتمنى جميع باش بلا ما نطول عليكم هادشي اللي كاين، ونخليكم مع الصحافه ديال الكانتي. باي باي.